باقي نقطة مهمة جدا، يعني عبر الواتساب وصلتني رسالة يقال فيها عليك بهذه الأذكار عند غسلك لكل عضو من أعضاء الوضوء. إذا غسلت وجهك فقل اللهم بيض وجهي، إذا غسلت يدك اليمنى فقل اللهم أعطني كتابي بيميني. قاعدة. تخصيص الدعاء قاعدة فيما يخص الوضوء، كما قال ابن القيم رحمه الله لم يرد ذكر في ثنايا الوضوء، إنما ورد ذكر في أوله وهو بسم الله، وورد ذكر في آخره وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن أي دعاء في ثنايا الوضوء أو بين أعضاء الوضوء غير مشروع، غير مشروع باتفاق أهل العلم كما ذكر النووي وابن القيم، كما ذكر ذلك النووي وابن القيم وغيرهما. وكذلك ما ورد أنها تقرأ سورة معينة مثل سورة القدر أو أي سورة أخرى فإنه لم يثبت. خلاصة القول أنه لم يرد في ثنايا الوضوء وفي الوضوء لم يرد إلا ذكر أوله وهو قول بسم الله، وفي آخره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.